هذه كان صدفة. هناك منهج للشوالي ممكن يتفرد به. أحرص أن أكون جديد متجدد. هي نابعة من شخصيتي التعليق. جول 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 جولاسو جولاسو جولاسو. معكم عصام الشوالي في برنامج المؤثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. في خلال حلقة مثيرة إن شاء الله تشوفوا فيها رحلتي في قناة الغد. متابعة طيبة إن شاء الله وفرجة رائقة. حكايتي مع كرة القدم حكاية طويلة، بدأت مليانة صغير، بدأت بغرام، بدأت بعشق بمحبة، تواصلت وأنا كبير، دخلت صدفة لمجال الإعلام الرياضي، التعليق الرياضي، لقيت روحي، لقيت نفسي في ملاعب الدنيا، في أكبر ملاعب العالم، حلمت بها باش نشوفها، ريتها، دخلت لها، علقت فيها، حكاية العشق، حكاية الغرام، تواصلت في كرة القدم، تعليقي على أكبر مباريات، تعليقي على أكثر النهائيات، تعليقي على قمم القمم وكأكثر الدربيات والكلاسيكيات في الكرة العالمية. كرة القدم علمتني برشا حاجات، تعلمت منها برشا حاجات وقلت فيها برشا كلام. جولاتو جولاتو جولاتو، بالفرنسي قالوا بوت، بالإيطالي قالوا ريتي، في الألمانية هي تور، بالإنجليش هي جول، بلغة العربية هي الضاد، ولغة هدف هدف، وبلهجة التونسية نقول بونتو. حكاية أسماء وحكاية لغة بحكاية أرقام في مسيرة معلق رياضي اسمه عصام الشوالي. السوشيال ميديا شيء مهم جدا، هي لغة العصر، هي طريقة التخاطب والتواصل مع كل العالم، هي دنيا مفتوحة، كادر مفتوح تشوف فيه. بالنسبة لي أنا كمعلق رياضي كعصام الشوالي تشوف فيه ردة فعل الناس، انتقاداتهم لما تكون إيجابية، توجيهاتهم، تشجيعاتهم، محبتهم. وأنا كوسائل التواصل الاجتماعي نعبر عن نفسي، نعبر عن آرائي. الناس حاول تقرب لي، حاول توصل لي صوتها، حاول تعطيني نصايحها، حاول توجهني في أشياء، تعبر عن محبتها في ظروف أخرى. معلق كبير عصام الشوالي. أستاذ عصام، أنت من أحسن المعلقين في العالم. المعلق عصام الشوالي. تعليقك دائما مميز ويعطينا حماس في المباريات. أنا من أشد المعجبين فيك وبطريقتك بالتعليق. بتعيشنا إحساس جوه الملعب. الأسلوب الذي شعرك أنك في قلب الحدث. رغم التزام العمل ما نتوصلش برشا ممكن مع الجمهور في حكاية نقاشات، وبحكم السفر والماتشات والواجبات العائلية والأمور الشخصية، لكن ما يمنعش أنه التويتر والفيسبوك لازم يوميا بين نصف ساعة 45 دقيقة ساعة ماكسيموم أني نعاود ندخل ونشوف آراء الناس أو ردودهم أو أسئلتهم استفسارات.
التواصل الاجتماعي الآن مع الغرام الموجود بكرة القدم ظاهرة فينومان، لأن العمل اللي تقدمه مباراة تقدمها بشكل إيجابي وتخرج بشكل طيب وتلقى الصداع عند الجمهور وتشوف في شبكة التواصل الاجتماعي فما تجاوب معاك. عصام الشوالي حسسني بشعور أني أنا في الملعب نفسه لما يعلق. أنا من أكبر المعجبين بك. بتعطيه الجمالية. أنت أكثر معلق مجنون شفته في حياتي. وأنت من أفضل المعلقين في رياضة كرة القدم. وأنا من معجبينك. هذا يزيد يشجعك، هذا يزيد يعطيك الثقة، وبالتالي التواصل الاجتماعي مهم جدا، كما يأثر على عمل المعلق كما يزيد في ثقته بنفسه. المعلق عصام الشوالي، من الأشخاص التي تود أن يتابعوك في السوشيال ميديا؟ اللي تعمل فولو ممكن العصام الشوالي، ميسي، رونالدو، لأنه مدينين ليا بشهرتهم ومحبة الصغار اليوم في الوطن العربي، فهمت؟ ملاعبية كبار برشا لا خلاف عليه، ولكن كالدلالة ذيك وكالدلع ذيك زاد يأثر، فهم لو يكتبوا لي يقولوا لي شكرا لنصر الخضراء من صاروخ ماديرا رونالدو، ولا يقولوا لي كما قلت له أنا روزاريو جابت اثنين كبار، جابت تشي غيفارا لأنه هو من مدينة روزاريو اللي هي مسقط رأس ليونيل ميسي. وأنا دائما المباراة الحلم دائما نحاول نخليها القدام مش نشحن البطارية، لأنه الحقيقة كل المباريات علقت عليها، فماش مباراة حلم إلا واحدة، الريفر والبوكا الكلاسيكو الأرجنتيني من الملعب، وتحديدا عندي اختيار أنهم البومبونيرا، قطعة الشوكولاتة في 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 مقاطعة لابوكا، لأنه علقت عليها لك من الاستوديو. لكن مباراة الحلم ما جاتش، كل تعداو. أستاذ عصام، أنت من أحسن المعلقين في العالم وأنا من معجبينك، عمري ما هنسى تعليقك بالذات لما قلت على صلاح الفرعون الصغير. أنت إيه الملعب المفضل ليك اللي نفسك تزوره بس لسه ما زرتوش وعلقت عليه؟ بعد ما أتممت كل استاديات الكبيرة تقريب، هو فضل لي استاد الأنفيلد رود في ليفربول والبومبونيرا في استاد البومبونيرا. في اللعب اللي تمنيت نعلق عليه، هما برشا لاعبية حبيت وتمنيت نعلق عليهم ما كانوش في عهدي وفي وقتي، يوهان كرويف، مارادونا، خاصة مارادونا لأنه أنا معروف من محبي دييغو وعشت طفولتي ومراهقتي مع البيبي ديورو الفتى الذهبي القزم المكير مارادونا. انتبه يا فابريسيو، والكرة بالرأس خطيرة ومش ممكن، والثالث الريال كريستيانو دون رونالدو، صاروخ ماديرا، قلوانا يا بونش، كون انا كريستيانو الجوليادور، انا رونالدو الهداف، مسعد الملايين، مفرح الملايين، سومي ملايين، دونها يا رونالدو، دونها، لونها يا كريستيانو، لونها، اكتبها يا رونالدو، اكتبها، ترسانو دير ريال مدريد. طبعا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي كبيرة وكبيرة جدا، لك تشوفوا قدامكم يعني في أي وقت في أي لحظة قادر أنه نستعيد شريط مبارياتي، شريط أهدافي، إيش قلت، وين غلطت نصلح، وين أبدعت ممكن نطور نفسي، وين لقيت اقتناع الجمهور، وين لقيت انتقاده. وسائل التواصل الاجتماعي لا غنى عنها في الوقت هذايا، سواء كانت تويتر، فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، شيء مهم جدا، شيء يخليني قريب من المشاهد والمتلقي، وهذه ممكن إضافة العصر. دخولي للتعليق الرياضي كان صدفة، كان إذاعة الشباب والرياضة تعملت في تونس بقرار رئاسي وقتها في 95، وأذكر التفاصيل أنه بإعاز من عائلتي وخاصة أختي شاركت في المناظرة في آخر وقت. أنا قدمت مطلب الترشح لدخول مناظرة إذاعة الشباب والرياضة ساعتين قبل إغلاق الوقت المخصص لتقديم الملفات، وتوافقت الحمد لله، نجحنا 90 بين الشبان والشابات على 5500 يعني من ساهموا أو شاركوا في المناظرة، وبدأت الرحلة، وبدأ تواصل العشق تاع الرياضة والتعليق، وبدأت الرحلة الإعلامية. ثم محظوظ أني كتونسي أنه بلادنا
عندها عشق خاص للرياضة وكانت ناجحة رياضيا على الأقل على المستوى القاري الأفريقي والعربي وحتى بعض المستويات دوليا. فكان لها اهتمام كبير على المستوى الإعلامي. مليان صغير نتفرج في الشامبيونز ليج، مليان صغير ينقلون كؤوس إنجلترا في الثمانينات على التلفزيون التونسي ونتفرج في ليفربول، كيني دالجليش، غريم سونس، الكبار متاع الريتس أو مانشستر يونايتد، براير روبسون. مشيت معايا شوية شوية. أكثر من 20 سنة تقريبا في المجال، من عام 95 دخلت صغير في إذاعة الشباب والرياضة في تونس، ثم تنقلت تدريجيا للتلفزيون التونسي، ثم أتيحت لي فرصة التعليق في اتحاد إذاعة الدول العربية، ثم جاءت الفرصة الأولى للاحتراف كبير خارج الحدود في 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 روما في إيطاليا في شبكة كبيرة وعريقة هي شبكة راديو تلفزيون العرب. ممكن معلق عملت 1500 مباراة، علقت تقريبا 160 فاينل. أول مباراة علقت عليها مباراة انتجرال كاملة، كانت مباراة تونس ونيجيريا في 97 في نهائي دورة الجي كاب. في التلفزيون التونسي انطلقت من خلال مباراة ريال مدريد وانتر ميلانو في الشامبيونز ليج. في الاي ار تي بدأت مباراة إفريقية ترجي وسان داونز، لكن على المستوى الأوروبي بدأت بديربي البافاريا بين بايرن ميونخ ومنشن 1860. ثم في الجزيرة الرياضية بدأت أيضا بماتش فيه برشلونة، فكان قدري أن أبدأ مع 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 الكبار بين الفريق. كرة ترجع وميسي يسددها على طريقة أداء في السحرية. ميسي 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 تاسع أهدافه يعادل كريستيانو. حتى الكرة عن طريق صالح العمري، العمري يحاول يمر، هلال يحاول العودة، يحاول الرجوع، والكرة تمشي خطيرة في وسط الميدان، الانطلاق الهجومي، كرة خطيرة في منطقة الجزاء، ترجع الكرة عن طريق رقم 3 ياسر، الحارس الشيب، هذه فيها شانس، هذه فيها أمل، وتشعل خواتيم القمة الخليجية هنا بثوب آسيوي، بثوب أبطال آسيا. أنا علقت نفسي، نعلق روحي، نعلق عالم سحري التعليق الرياضي، نحس فيه نفسي، نحس يعبر على شخصيتي، حتى نعلق بطريقتي في التعليق، نقوم نفيق نتحرك نعبر، يعني كاني نتفرج في بيتي كمشاهد مثل ما انا معلق. يمشي يمشي غريب غريب وحطها والكورة على القائم. ماما ستكون اخذ ثقتين. مبروك الجزائريين عودة منتخبهم. عنا في الدقيقة الحق والدقيقة الوهم، خلنا في دقيقة الياس ودقيقة الأمل، خلنا في دقيقة الفرحة وفي دقيقة الكابوس. سنرى كيف ستبدأ يا حضري. عصام يدور الكرة، دقيقة نصف مش ممكن، والشوشي بمرتين. الله على كرة التعادل، الله على كرة يا الشوشي، الله على كرة يا الشوشي. مش ممكن، اللي يمسك راسه واللي يمسك عينيه واللي شد في يديه واللي خايف على قلبه واللي مش متحكم في ساقيه واللي يلعب بيديه. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. هناك منهج للشوالي ممكن يتفرد به. أنا دائما أحرص أن أكون جديد متجدد، لذلك عندي هي نابعة من شخصيتي التعليق، ولذلك تحس هناك نوع من الجنون. مثلا المعلق الوحيد اللي علقت في كرة قدم غنيت تونس إسبانيا في 2006 كأس العالم، قلت إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله منتصرين والجماهير وراكم آلاف وملايين. أرجع بالكرة غنينا لكم، إيش باش نعمل لكم أخي؟ هكذا أنا في وقتها ما غير ما محضرها ما مجهزها ظهرت لي نعملها. دائما اجتهد مثلا في مباراة المنتخب التونسي كنت أنطلق دائما بمقطع من النشيد الوطني.
من السلام الوطني. كنت مثلا بعد غيرت وليت نعمل ما يسمى في تونس الدخلة، يعني نعمل زي المقدمة للمباراة، في بعض الأوقات أحرص على اسم جديد للاعبين، مثلا ميسي قلت أبا تشر، أو اقتباس شعري ميسي أنا كبير وعلى صغري أنا ليو عارض المتعة في عالم القدم. كلمه يا المتنبي، كلمه يا أبا الطيب، كورة في الرابع من أروع ما يكون، كورة من أروع الفنون لميسي. ميسي الممتع سميته تأبى تشر، كريستيانو رونالدو أطلقت عليه لقب صاروخ ماديرا، كبير فونشال، يعني يحاول يجتهد ويحاول يجدد، لأنه التجديد سلاح رئيسي للمعلق الرياضي في الوقت الحالي. انتهت مباراة جدة، انتهت مباراة استاد الملك عبدالله، انتهى لقاء المدينة والجوهر المشاعة. السد 1000 مليون مبروك، السد بجدارة إلى ربع النهاية، انتصار مستحق، تعادل مستاهلو، وتعال جدير به. هكذا هي كرة القدم، يوم ليك يوم عليك. الأهلي خسر مباراة، خسر معركة، ولم يخسر حرب. فاتحي جبال يقر ويعترف بأفضلية الخصم ويقول لاعبيه قدمتم ما عليكم. مبروك للسد، هارد لك للأهلي السعودي والعودة. الشوالي بعد كل هذه السنوات يفتخر أنه قابل شخصيات كبيرة على المستوى الرياضي، دخل أكبر ملاعب العالمية اللي كنت أنا صغير نحلم باش نشوفها في التلفزيون، ويمبلي، الماراكانا، البرنابيو، كامب نو، الأولمبيكو، السانسيرو، البارك دي برانس، هذه استادات تاريخية. بعد انتقلت المحطة بنجاحات توفيق، أكثر من 30 جائزة أنا تحصلت في مجال التعليق الرياضي، قابلت شخصيات سياسية، أمراء وحتى وزراء ورؤساء، نوع آخر من الجانب اللي يمكنك منه التعليق الرياضي. في متحف ريال مدريد موجود تعليقات مختلف المعلقين في العالم على أهداف الريال، فيهم صوت العربي اختاروا شوالي. نفس الشيء المفارقة أنه في متحف برشلونة، متحف البرسا، نفس الشيء، تعليقات بكل لغات الدنيا، ولغة الضاد اللغة العربية تم اختيار عصام الشوالي، هذا يشرفني. عملت الفيفا بلاي ستيشن اللي كانت تعريبها من خلاليانا في موسم 2011-2012، ونذكر جيدا وهذا بالأرقام أن اللعبة ما كانتش لولا قبل تعريفها وقبل ما علقت عليها، صارت في ظرف سنتين اللعبة رقم واحد بالفيفا بلاي ستيشن بالنسبة للناشئة والشباب العربي. يتمخبر، يسدد بعد أن يركز، نظر بيمناه ثم على يسراه، يمشي ويقدم ويشوط، لحظة جول 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 جول، واحدة على يمينه ونظرة في يساره وغمزة للحبيب ويسجل 1-0 أول أهدافه. شوالي يعني درتها بالتونسي يقولوا شتي لهم ليلة، يعني في كل أرجائها ومكانها. تم تكليفي وتشريفي أني باش نهدي شجر على صوب، فوقتها طلعت هذه الجمهور التونسي يعرفها برشا، قلت والله لو ضاع الصوت، والله لو بحت الأصوات، لا صوت يعلو فوق صوت النسور. مش ممكن مش ممكن، 2-2، دراجي 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 دراجي، هدفين لهدفين، الله الله، والله لو بحت الأصوات، والله لو ضاعت الأصوات، لا صوت يعلو فوق صوت النسور. كل شيء مرتبط بتاريخ، كل شيء مرتبط بحدث. ما ننساش أنا في إذاعة الشباب في تونس السفريات وانتظار السيارة، سيارة النقل باش نمشي الملعب في الوطني الثاني وفي القسم الثالث والقسم الرابع. هذه دعوة للشباب أنهم ما يستعجلوش النجاح، ما يستعجلوش تسلق السلم، السلم ستيب ستيب، مرحلة مرحلة، لازم تجتهد. أنا لحد الآن أستمتع بذكرياتي الإذاعية وأفتخر بها، أفتخر أني كنت نمشي مئات الكيلومترات من أجل مداخلة بدقيقة أو دقيقة ونص في مباريات كرة قدم. اللي ما يتعبش ما يوصلش.
خلي الشباب نعلموهم تحمل المسؤولية. انتوما يا شبابنا ألعبوا، ألعبوا الكورة وألعبوا الجيدو وألعبوا الهاندبول وألعبوا الفولي وألعبوا كل الرياضات. تحياتي أستاذ عصام الشوالي، أشد المعجبين فيك وبتعليقك، دائما بتابعك على طول وبفرح لما بتكون أنت المعلق. في جملة بتظلها تخطر ببالي وقت مباريات، جولاثو جولاثو جولاثو، شو هي رسالتك للشباب؟ ألعب الرياضة هو صحة في البدن، وهو الحقيقة الرياضة تقي من مزالق التطرف ومزالق الضياع والبيئة الثالثة اللي هي الشارع، تخليك سبورتيف، تخليك رياضي، تخليك طامع، تخليك عندك طموح، تخليك تحب النجاح. إن شاء الله الأولاد وبناتنا يلعبوا الرياضة، يقبلوا على الرياضة، يمارسوا الرياضة مش يتفرجوا فيها. ولكن أمام دفاع يتفرج، رونالدو يحط 3-2، دونها يا رونالدو دونها، لونها يا كريستيانو لونها، اكتبها يا رونالدو اكتبها، ترسانو ريال مدريد. هذه هي كرة القدم اللي حبيت نعيشها، هذه هي كرة القدم اللي حبيت نوصلها ممكن عبر تعليقاتي من خلال عيني، من خلال شخصيتي، من خلال إحساسي. هذه هي كرة القدم اللي نتمناها في كرة الشرق الأوسط والمغرب العربي، هذه الكرة العالمية اللي نحاول ننقل صورتها إلى الكرة العربية اللي نتمناها في يوم الأيام توصل لهذه المستويات. والكرة براس خطيرة ومش ممكن، وانتهت الريال، كريستيانو دون رونالدو، صاروخ ماديرا قلوب يا جدعان، مش ممكن مش ممكن، دريس المحيرسي ضيع كرة على يمين أبياتي في الجول جول. جمهور تنريف يستمتع قبل عشاق البرسا، صفق لليونيل، صفق لليونيل، قم لليونيل وفد من زمن آخر، اتفرج يا دييغو، احكم يا دييغو، من الأفضل يا دييغو، الباب ديار الجديد. مش ممكن يا كبير، مش ممكن يا ميسي، هاتريك لليو، هاتريك لليو، وارفع الراس، شوف التحية الكتالونية كيف تكون، شوف عشق الكورة كيف يكون. متتبعي حلقة عصام الشوالي عبر المؤثرين في شبكة التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم، تبعتونا تحملتونا، صعيب برشا واحد باش يحكي على روحه، صعيب كثير باش واحد يحكي على نفسه، كنت سعيد أني قابلتكم، حاولت نحكي تجربتي، حاولت نحكي علاقتي بشبكة التواصل الاجتماعي، بالشباب بالعربي، بكرة القدم، منظومة الفوتبول. إن شاء الله نقول للشباب العربي عمره ما يأيس، عمره ما يحبط، لابد أن يعمل، يلزم يفكر في النجاح، ما يفكرش في العقبات الصعبة، ما فماش تلذذ للنجاح بدون صعوبات. ربي يوفقكم وإن شاء الله ديما بخير. جول 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 ج